هنا في كل مكان معاكم في واقعة جديدة، واقعة مأساوية حصلت للسيدة فوزية. السيدة فوزية الست المسنة الوحيدة اللي ابنها الوحيد مسافر خارج البلاد للعمل، استفردوا بيها جيرانها، واللي حصل لا يرضي حد في الدنيا أبدا. عرفيني بنفسك يا حاجة. فوزية عمنا ما تروحيش بقى عندي. اتفضلي يا حاجة، عرفيني بنفسك. فوزية عبد المنعم ضربوني. كم سنة يا حاجة؟ عندي فوزية عبد المنعم عنده ضربوني، عندي 67 سنة، 67 سنة السن بتاعي. ايه اللي حصل؟ ضربوني الساعة 8 بالليل، والكاميرات جابتهم بالشوم والضرب، وبهدلوني ناس جيراننا، البوم اسود ومظلم وغيره وحقد وكراهيه، وضربوني وبهدلوني وعمل عند غيبوبه، جرجروني على بره، نفس استغاثه بالصور ليا لما طلعوني على بره ضرب، لما نفس استغاثه مصوتت سابوني وجريوا وخافوا، كرهوا يقشقشوا البيت وطردوني من قلب البيت عشان انا ست ضعيفه ومسنه، ودوني اشقشوا البيت باي شكل من الاشكال، كذا مره يضربوني كده، بهدلوني برضه في قلب البيت، ياخدش عليا تهجم ويضربوا فيا كذا مره، وخدت عليهم حكم نوبه وحكم نوبه، ورست خياطه مره، وشرخ في الضلع مره، وضرب واهانه برضه، كراهيه وغيره وحقد، والبوم مظلم من ناحيته، والبوم اسود من ناحيتي، ناس جيراننا ورانا وبهدلني وهنيني. دي مش ضعيفة. اول مره يا حاج. وانا ست ضعيفه. وانا بقالي شهر ما طلعتش من البيت من خوفي منه. الضرب والاهانه، انهمست ودهولت، وعملت كشف طبي، والقانون يديني حقي. ادوني حق الحكومه تديني حقي. انا وليت تعبت في حياتي، تعبت في حياتي. ربيت يوتما كتير اخواتي، وتعبت، وابني الوحيد اللي حيلتي على قبري، وعملت له حته بيت وقاعده فيه، بتطردوني منه بالقوه الجبريه. وانا ضعيفه، وانا ماليش غير ربنا، صرت ضعيفه، انا عبده، هو ربي، هو اللي هيخلص لي، بصلي وادعي كل اذان باذان. الله ضربني ومد ايده بشوم وضرب وهانا، عمل عنده غيبوبة، الناس صوتت استغاثت، حطت عليا مية على ما فقت، قلت كذا مرة تضربوني في قلب بيتي، لما فقت فقت بس دايخة مدروخة، جسمي شال الدم بشوم متوت ومر من الضرب بتاعها، والكاميرات جابتهم، ابن عامل لي كاميرات عشان برضه انضربت قبل كده، كانش فيه كاميرات، ركب لي كاميرات، كاميرات جابتهم، شتمتهم وبهدلتهم، ووديناهم لضبط المباحث، كاميرات راحت لضبط المباحث، مراقبين الكاميرات، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ وانا ست ضعيفه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي عملوه فيا، وانا واخده ربنا من قومي، وانا جسمي متشرشف في الجيش، انا ارملته، والخوصه بالشده بتاعته كان بيدرب كتيبه في سينا في السويس، مات في اثناء عمله، وتعبت في حياتي، وحتة عيل حيلتي عنده 45 سنة، جوزته كبير من على قد حالي، محترم، عمره ما اتخانق. سبب المشاكل ايه يا حاجة؟ مفيش حاجة له سبب كده، حقد وكراهية وغيرة، واستغلوا فيا، استغلوني. ازاي بقى؟ شايفوني من ست كبيرة، وادوني قشعش في البيت، الموجود في البيت ياخدوه، وانا ما عملتش حاجة، لا تلفزيونات بقى، ريع على القرآن، شغال على القرآن والأذان بس، وعبد ربي، والبيت بيصبر عليا، مرات ابني بتسرق منه وتمشي، تخاف بتمشي على جنبي، تروح تقعد بال 15 يوم من البيت عني، تخاف منه من ضربه. تعرضت لمرة
هنوها وبهدلوها، قالوا يا زباله يا اللي جاي زباله، مفيش فايده حتى. ومن نهارها بقى بعت بعيد، قالوا لي اخبطي في خبطه يا موضوع. اعمل ايه؟ تحلم تحلم مره والدتك تروح عند اهلها وانا الوحيده مبهدلين وهنين وضرب ضرب واهانه، محدش يبص عني، كل اللي بيبص يقول له وحوش بهايم، الحكومه تاخد فيهم بقى حقها. اتصرف، انا ماشيه قانوني، انا ماشيه قانوني، وانا ست ضعيف على قد حالي. يتصرفوا فيهم الحكومه تتصرف فيهم، انا ارملت الشيء، انا بتحامى في الحكومه، يحموني بقى الحكومه تحميني، انا ماليش حاجه. هم عايزين يطفشوكي من البيت، انت قلتي كده. طفشوني من البيت ويقششوني ويسرقوني، وانا ما حلتش حاجه، انا ولي على قد حالي بقى. اصرف معاشي من القوات المسلحه وعلى قد حالي. وعلى قد حالي. بصرف وبتعالج به وبصرف على نفسي به بمعاشي. مفيش أي حاجة تخلالي. وابني شغل على قده غلبان. على قده. على قد برمقته، على قد شغله. على قد حالي. محترم. قلت لي إنك البيت ده بنسيب بشقة عمر ابنك. بشقة عمر. طب هما ليه عايزين يطفشوك؟ يعني المشاكل على ايه؟ مفيش حاجه، انا ما اعرفش السبب ايه. بهدليني بهدليني وهنيني ومستهيفيني بقى، يعني مستهيفيني ومستضعفيني، وانا ست غلبانه. قولي لي اعتادوا عليك ازاي؟ دخلوا عليك البيت ازاي؟ كسروا البيت ولا عملوا ايه؟ اتهجموا عليا وانا في قلب البيت، لحقوني ورا الباب ولا الباب وانا صاحيه الساعة 8 بالليل، كنت لسه مش مصلي التصلي. تهجموا عليا ضرب ضرب ضرب، عملوا عنده غيبوبة، ما قدرتش اخد نفسي، نفسي انسحب. وسرقت وما سرقت، جرجروني على بره، وانا سارقة في ايد مراته وعمال يضرب فيا بالشوكة. واحدة استغاثت، واحدة قالت موديني الحاجة فين؟ مجرجرين الحاجة مودينا فين؟ البنت اللي فايتة وصوتت لمت الناس، والله غلبانة. يعني لولا هي كانوا كملوا اعتداء عليك. ضربوني بالعافية، اعتدوا عليا ضرب بالشوم، شوم الكاميرا مطلعة الشوم مع المباحث، ظبط المباحث. طلباتك ايه يا حاجة؟ طلباتي ان يحموني الحكومة، تحميني، انا خايفة، انا خايفة يموتوني. النبى دي ربنا نصب فروس شرطة عشان خاطر ابني، النبى جاي يخلصوا عليا، ابني هيجي ما يلاقينيش، حرام ولا حلال؟ ربنا يرضى كده، ربنا يرضى كده انني ست ضعيفه ما فيش حد يقولش عني. ربنا استغلوا فيا الظروف، عملوا فيا، عاوزين مني ايه؟ انا ما حبتش حاجه، ما حبتش فلوس ياكلوها مني ولا يعملوا مني حاجه يبقى عني، بس حلوه. تهجموا عليا في البيت، استضعفوني، استقرضوني. اني ست ضعيفه وسنة 67 سنه. احنا في بلد قانون، واكيد القانون هيجيب لك حقك يا حاجه. يا رب القانون يجيب حقك يا رب. احنا في بلد قانون، واكيد القانون هيجيب لحضرتك حق. شكرا جدا ليك وشكرا لكل المتابعين. ربنا يرحمك. ربنا يرحمك. هم لو يشوفوا بطاقي ايه بيلفوا بيلاقوا الحقيقي، الملف بتاعي القوات المسلحه تفتيش السلاح. ابني جوزي كان في المدفعية، سلاح المدفعية، ودرب كتيبة. ربنا يرحمه، احنا في بلد قانون، وانا واثقة في ان ربنا يجيب لك حقك باذن الله. في بر برنير، كان معدي برنير، في الكنال، كتيبته كانت في الكنال، وجيشه كان في الكنال.